بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في حلقة النهاردة إن شاء الله عن قصة شجرة التفاح والطفل الصغير. تفاصيل القصة: في قديم الزمان كان هناك شجرة تفاح ضخمة، وكان هناك طفل صغير يلعب حول هذه الشجرة كل يوم. كان يتسلق أغصان الشجرة ويأكل من ثمارها، ثم يغفو قليلا لينام في ظلها. كان يحب الشجرة، وكانت الشجرة تحب أن تلعب معه. مر الزمان وكبر الطفل وأصبح لا يلعب حول الشجرة كل يوم. ففي يوم من الأيام رجع الصبي وكان حزينا، فقالت له الشجرة: تعال وألعب معي. فأجابها الولد: لم أعد صغيرا لألعب حولك، أنا أريد بعض اللعب وأحتاج بعض النقود لشرائها. فأجابته الشجرة: أنا لا يوجد معي نقود، ولكن يمكنك أن تأخذ كل التفاح الذي لدي لتبيعه، ثم تحصل على النقود التي تريدها. الولد كان سعيدا للغاية، فتسلق الشجرة وجمع كل ثمار التفاح التي عليها وغادر سعيدا. لم يعد الولد بعدها، فأصبحت الشجرة حزينة. وذات يوم عاد الولد ولكنه أصبح رجلا. كانت الشجرة في منتهى السعادة لعودته وقالت له: تعال وألعب معي. ولكنه أجابها: لا يوجد وقت لدي للعب، فقد أصبحت رجلا مسؤولا عن عائلة، ونحتاج لبيت يؤيينا، هل يمكنك مساعدتي؟ آسفة، فأنا ليس عندي بيت، ولكن يمكنك أن تأخذ جميع أغصاني لتبني بها بيتا لك. فأخذ الرجل كل الأغصان وغادر وهو سعيد. كانت الشجرة مسرورة لرؤيته سعيدة، لكن الرجل لم يعد إليها، فأصبحت الشجرة وحيدة وحزينة مرة أخرى. وفي يوم حار من أيام الصيف عاد الرجل وكانت الشجرة في منتهى السعادة. فقالت له الشجرة: تعال وألعب معي. فقال لها الرجل: لقد تقدمت في السن، وأريد أن أبحر لأي مكان لأرتاح. فقال لها الرجل: هل يمكنك إعطائي مركبا؟ فأجابته: خذ جزعي لبناء مركب، وبعدها يمكنك أن تبحر به بعيدا وتكون سعيدا. فقطع الرجل جزع الشجرة وصنع مركبا، فسافر مبحرا ولم يعد لمدة طويلة. أخيرا عاد الرجل بعد غياب طويل، ولكن الشجرة قالت له: آسفة يا بني، لم يعد عندي أي شيء أعطيه لك. وقالت له: لا يوجد تفاح. قال لها: لا عليك، لم يعد عندي أي إسنان لأقدمها بها، لم يعد عندي جزء لتتسلقه. فأجابها الرجل: لقد أصبحت عجوزا ولا أستطيع القيام بذلك. قالت: أنا فعلا لا يوجد لدي ما أعطيه لك. قالت وهي تبكي: كلما تبقى لدي جذور ميتة. فأجابها: كل ما أحتاجه الآن هو مكان لأستريح فيه، فأنا متعب بعد كل هذه السنين. فأجابته: جذور الشجرة العجوز هي أنسب مكان لك للراحة، تعال وأجلس معي لتستريح. جلس الرجل إليها. كانت الشجرة سعيدة، تبسمت والدموع تملأ عيناها. ومن هنا تنتهي حلقة النهاردة. أتمنى يا رب أنه يكون أفاد حضراتكم أعزائي المشاهدين. عايزين مشاهدات نسألنا بالاشتراك في القناة، وعمل الله تدعيمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.